ومسك دماغها فضل يخبط فيها في الحيطة، أدى إلى نزيف داخلي في المخ. ثلاث سيدات متزوجات. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة معرفة، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجري، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العزة، وأهم درس بنحرص عليه إن احنا لازم نتعلم من أخطاء غيره. الزوج لما يكتشف إن زوجته على علاقة بحد غيره، أو إن الزوجة تكتشف إن زوجها على علاقة بحد غيرها، بتعتبر دي انهيار للأسرة. صحيح الزوج ممكن يتجوز على مراته مرة واثنين وثلاثة، فالوضع مختلف عن الزوجة. يعني الزوجة مش هينفع تقول لجوزها ده أنا متجوزاه، لأن الزوجة ما تنفعش إنها تجمع بين زوجين. لكن الزوج ممكن يقول لزوجته اللي أنت بتشك فيها دي مراتي، متجوزها على سنة الله ورسوله، وده شيء ربنا حلله علي او حلله لي، وبالتالي الزوج هنا ما تقدرش تقول غيره، او ما تقدرش تقول ده حرام. بعكس الزوج اللي ممكن في الوقت ده يقتل الزوجه وعشقها، لان ما ينفعش تقول له انا متجوزاه عليك، انا الشرع اباح لي ان انا اتجوز اتنين وتلاته على جوزي. الكلام ده ما ينفعش للزوجه، لكن ينفع للزوج. المره دي القصه مختلفه. الزوجه جالها معلومات ان جوزها على علاقة بثلاث ستات، وان الثلاث ستات دول متزوجات. هنا بقى ما ينفعش الزوج يقول لها ده انا متجوز فلانة وفلانة وفلانة عليك، وده شرع ربنا اتجوز اربعة. لا، المرة دي الثلاث سيدات اللي جوزها على علاقة بيهم الثلاثة متزوجات. هنا الزوجة ايقنت ان جوزها بيخونها، ما يقدرش يقول لها انا متجوزهم، فدبت خناقة كبيرة جدا بين الزوج والزوجة، والزوجة راحت مواجهة ان انت رحت للست دي يوم كذا، ورحت للست دي يوم كذا، ورحت للست دي يوم كذا، وامارة دي اسمها جوزها كذا، وجوزها بيشتغل كذا. كل شيء فوجئ الزوج ان زوجته عارفة كل حاجة، بل الاكتر من كده ان الزوجة هددت جوزها وقالت له انا جبت زي ما جبت عناوينهم، وجبت المواعيد اللي انت بتروح لهم فيه، انا جبت ارقام تليفونات جوازهم، ولو رحت لاي ست تاني انا هبلغ جوزها وهديله رقم تليفونك وهديله عنوانك علشان يقدر ينتقم لشرفه والعرض اللي انت بتستبيعه. وخلي بالك زي ما انت بتستبيح اعراض غيرك، ممكن قوي ربنا يرزقك باللي بيستبيح عرضك انت ببيتك. وانا هو بخاف من ربنا وعارف الحلال والحرام، لكن ممكن ربنا ينتقم منك ويخليني اضعف قدام اي واحد لا لشيء الا علشان ينتقم ربنا منك. زي ما بتدخل بيوت الناس تدنسها، ربنا يرزقك باللي يدخل بيتك يدنسه. الزوجة اسمها سماح والزوج اسمه راضي، عايشين في مدينة 6 اكتوبر محافظة الجيزة، وعندهم ولدين، طفل عنده 11 سنة وطفل 13 سنة. الكلام ده كان حوالي الساعة 9 مساء، خناقة بين الزوج والزوجة، والزوج ضرب الزوجة، والزوجة راحت اتصلت بأخوها، جه وصالحهم على بعض وانتهى الموضوع. بعد ما خرج الزوج الأخ وفضل الزوج والزوجة مع بعضهم، ابتدى يرجع العتاب من تاني، والأولاد قاعدين يتفرجوا على التلفزيون. الزوجة بتقول له أنت بتجي ربنا فينا، أنت ما بتخافش من ربنا، حرام عليك، أنا هسكت قدام أخويا ما رضيتش أتكلم، لكن أنت أنا خايف على نفسي من الفضايح، أنا خايف على نفسي من ربنا ينتقم منك فيا، وخاف على أولادك، وخاف وخاف. الزوج راح مسك مراته من الساعة 9 لغاية الساعة 2 الفجر، وهو نازل فيها ضرب وتلطيش وتعذيب، وفي الآخر مسك دماغها وقال لها أنت مش هتسكتي بقى، كل شوية هتديني هتبلغ إجوازهم هتبلغ إجوازهم، أنا هموتك خالص. وفضل يخبط دماغها دب 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 في الجدار الحيطة أو في الحيطة، لغاية الست ما قالت له خلاص أنا هموت. وبالفعل الست جاءت لعيالها، أنا تعبانة، أنا هدخل أنام، وبكرة الصبح إن شاء الله قوموني علشان أجهز لكم الفطار. دخلت الزوجة نامت، قامت الصبح تعبانة، جارتها دخلت عليها، اسمعوا إيه اللي حصل وإزاي الزوجة ماتت. لكن بعد ما أدعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الإشعار وقت إزاحة الحلقة. على الساعة 11-12 العيال قوم أمهم جهزتهم الفطار، وقالت لهم يا عيال أنا مش شايفة كويس، ودايخة وعينيا مزغللة، أنا مش قادرة، ندنولي جارتكم اللي هي جارتها يعني جنبكم جنبيهم، عايز أتكلم معاها شوية. جات الجارة خير، مالك يا سماح؟ قالت لها جوزي امبارح ضربني قدام العيال من بعد أخويا مشي لغاية الساعة 2، ومسك دماغها في الحيطة، من ساعتها مش شايفة كويس،
ودايخه وعينيا خلاص مش قادره افتحها. قالت لها بس مطرح ما خبط في دماغك الله يخبطه في دماغه البعيد وبيضربك لا كده. قالت لها انا مش شايفه والله وتعبان، انا لو جرالي حاجه ابقى اقولي لاهلي ان جوزي هو اللي ضربني في دماغي وهو اللي كان سبب في موتي. قالت لها ما تقوليش كده يا شيخه، ربنا يخليك لاولادك، ده انت عندك اتنين اهو 11 و13 سنه محتاجينك. قالت لها انا حاسه ان انا ميته، انا مش قادره لا اتنفس وعينيا مش شايفه بيها ودوخه وزغلله انا بموت. قالت لها بس تعالي اسندك لغايه ما تدخل تنام. دخلت دخلتها في الاوضه وغطتها وقالت للعيال ما حدش يعمل زيطة، امكم تعبانه ولما يجي ابوكم حسبي الله ونعم الوكيل خليه ياخدها يوديها المستشفى. بالفعل الاب جه او الزوج جه، فين امكم؟ قالوا ده كانت تعبانه ونامت جوه. دخل بص كده وراح سايبها وقال لهم خليها مخموده يكشن تنام ما تقوم. جهز هو الاكل لنفسه وراح بعد كده خرج. العيال طبعا على المغرب حب يصحوا امهم، لقوا جسمها ساقع جدا وما بتنطقش. خبطوا على جارتهم الحجينه يا طنط الحجينه يا طنط، طلعت في ايه؟ قال لها ماما ما بتنطقش. دخلت جوه لقيتها جسمها امتلج وسلمت روحها لبريه. في الوقت ده الجار عمل بالوصيه، اتصلت باهل الزوجه الحجوني بنتكم ماتت، وهي اخر حاجه قالتها ان انا جوزي ضربني من الساعه 9 امبارح في الليل بعد ما اخوها ممشي لغايه الساعه 2 في الليل ومسك دماغها فضل يخبط فيها في الحيطه وهي كانت قايمه دايخه وعينيها مزغلله ومش شايفه كويس ومش قادره تقف على رجليها. بالفعل طبعا الاجراءات الطب الشرعي جه اثبت ان الوفاه طبيعيه، مفيش اي شيء باين عليها، لكن طبعا اهل الزوجه راحوا مبلغين الشرطه ان الزوجه قبل ما تموت اعترفت لجارتها ان جوزها ضربها ورطم دماغها في الحيطه اكتر من مره، وان هي فقدت القدره على الاتزان وما كانتش شايفه وصداع وكانت مش قادره تقف على رجليها. بالفعل البلاغ طوال النيابه امر بتشريح الجثه اثبت ان الخبط بتاع الست في دماغها ادى الى نزيف داخلي في المخ. ما هو النزيف الداخلي على فكره يا جماعه، يعني في ناس كده في حوادث العربيه تقول لك ايه ده كان واقف على رجليه، ده احنا طلعناه من العربيه، اتصل بمراته وقال لها انا كويس الحمد لله واطمن على اولاده وبعدها بساعتين مات. النزيف اللي بيحصل الداخلي ما بيتشافش، الانسان بيبقى طالع من الحس لا قدر الله بيمشي ويتحرك وهو بينزل داخلي وما يعرفش لغايه ما مره واحده يموت. نفس النظام بالنسبه للست، لما فضل يخبط دماغها في الحيطه كذا مره ما ماتتش ولا نزل منها دم، لكن كان نزيف داخلي. للاسف ما تحملتوش وماتت، وهي بتقول حسبي الله ونعم الوكيل في جوزها، جوزها اللي خانها مع ثلاث سيدات متزوجات. طبعا تم القبض على الزوج، انكر في البدايه وبعدين ولاده الاثنين قالوا لا يا بابا انت مسكت دماغ ماما وقعدت تخبط فيها وهي تقول لك هموت وانت ما رضيتش تسيبها، فضلت تعذب فيها من بعد ما خاله مشي لغايه الساعه 2 في الليل واحنا شاهدين. الاب خد 4 ايام سجن لغايه ما يتعرض على القاضي الطبيعي عشان يصدر حكمه فيه، لان ده فعلا ضرب ادى الى موت. يا جماعه العلاقه الزوجيه مش كده، يا كل زوجه مش عاجبك العيشه من غير ما تعاتبي جوزك خد هدومك وامشي، يا كل زوج ما دام مراتك مش ماليه عينك وبتخونها ما تطلعها. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.